أمتار. الحين كم عقوبة الصلاة يا شباب؟ 500. لا خلوها كلها 1000. لأن يا شباب شوف، كل شيء ممكن يسامح فيه إلا موضوع الصلاة. وهذه أصلا المفروض 1000 هذه ما تمثل عندك أي شيء، أنت فرطت في الأهم. مع أن 1000 هذه ممكن تطلعك برأي، وبرضه ممكن بعدين نرجع لك. يعني ترى الخصومات هذه اللي أنتوا مستهينين فيها ترى تأثر عليك في رصيدك العام. نهاية النسخة يقول لك والله شوف الخصومات اللي عليك. وفي ناس نعرفهم وصلوا إلى أرقام فلكية، وأنتوا على دربهم. إذا أنتوا بتستمرون بهالطريقة بيكون خصمكم عالي. بعدين يا شباب أنتم الآن في فرصة، ترى النسخة الآن في يعني جماهيرية عالية جدا، ولا هي بأول نسخة نشرف عليها أو نكون متواجدين فيها، لكن بوادر النجاح واضحة. فأنا ليش يتم استبعادي من النسخة وبكرة ينجحون زملائي وأنا مغادر للبيت بسبب أخطاء بسيطة؟ ترى أنا ما عندي مشكلة في الاستبعاد، وقلتها في نسخ سابقة واستبعدت. يمكن أكثر مشرف استبعد تركي الدوسري، معروفة دي، ولا عندي مشكلة. من لا يحترم ولا يقدر الفرصة بغادر، ولا عندي مشكلة. أو شباب أبو لبن يستبعد من البرنامج عادي، ويلا خذ شنطتك ودمعتين من هالشباب عاد تصدقوا في دمعاتهم ولا شيء، ويلا مع السلامة وانتهى الوضع. لازم نقدر المكان اللي إنا فيه. لا تصير مثل من سبقوك ومن ضيعوا الفرص ومن كانوا ضحية النسخ. ترى ما راح تعرف قيمة كلامي هذا إلا بعدين، إذا رحت هناك عند أهلك قلت والله أنا شلون فرطت فيها في زد رصيدك. هذا أضخم برنامج على مستوى الوطن العربي، هذا كلنا معترفين فيه، والأرقام تشهد هذا الأمر. ما جينا هنا عشان نقول ترى بنستبعدك يا فلان، لكن جينا هنا نحذركم قبل ما تصير المخالفات. وحنا ترى حطينا الثواب قبل العقاب. أنا والله كنت راسم لكم حاجة معينة، لكن للأسف ما كملنا 16 يوم إلا الجوالات معنا صايدينها معكم. يعني وانتم تعرفون خطر الجوال عليكم. ايش تسوى عليك الحين لو قلنا يا صاحب الجوال امسك الباب؟ ايش تسوى عليك هالجوال؟ وش اللي تبيه في هالجوال؟ يا اخوي الجوال ما منعت منها الا لانها ضدك. بكره تجي تبوز على خويك بسبه هاشتاج ولا بسبه كلمه قالها احد الجمهور، ويكون تاثيرها على الشاشات وعلى الناس اللي يتابعون، ايش ذنبهم؟ ترى ما منع الجوال من فراغ يا شباب، منع لانه يشكل عليك خطر، وشاهدناه. الجمهور نفسه لاحظ يرسل يقول ابو سلطان الناس معها جوالات، واضح في تعامل المتسابق على الهواء. يجيك واضح ان عليه في خاطر شيء على خويه اللي معه. وموضوع الاحزاب وهذا كذا وهذا كذا غلط، وراح نفككها. هذا بالنسبه للاحزاب هذه تخصصي انا، افككها مباشره. انت تطلع برأي ما تدري، بس الخصم الخفي هناك انه مزودين عليك عشان تغادر، تحل اسئلة ما تحل اسئلة في البرايم، انت مغادر. ما راح نقبل بالاحزاب نهائيا. ان جايين هنا بننجح، ولا عندنا يعني اي طريقة نسمح لاي شخص انه ما تكون النسخة ناجحة مهما كان الشخص. وأنا قلتها سابقا وأكررها، مهما كانت جماهيريتك، والله لو جماهيريتك الوطن العربي كله تمسك الباب، متى ما حسيت أنك خطر على النسخة تطلع. لازمنا نتكاتف، لازم ندعم بعض. ترى مو بشرط أنك تحب زميلك اللي معك، لكن أنا خلال هالتسعين يوم هذه أبى أمشيها. تعال يا دحام ولا تعال يا فلان، أنا وياك في نسخة واحدة، ما راح أسمح لك أنك أنت تفشل النسخة.
نقاشاتنا تحت الهواء، مو بأنه إذا جاك ناقد غيرك على خويك، وإذا جاك رسالة غيرتك على خويك، هذه مشكلة. مفروض خويك اللي موجود هو أقرب الناس لك، أقرب لك من الإدارة ومن المسؤولين ومن المذيعين ومن كل شيء. أنت بكرة بتغادر وهم بيجيبون نسخة ثانية بيشتغلون عليها، ويلا اللي أنت قدمتها لخويك بتواجهها معه برا. أما قال بيض الله وجهك ولا قال الثانية. بعدين يا شباب المفردات حتى في المزح أشوفكم مرة فالينها في المزح، ترى في خطوط حمراء في الإعلام يجب أنكم ما تتجاوزونها، خاصة في المفردات. تتابعونكم أسر، تتابعونكم صغار سن، تتابعونكم ناس أنتم قدوة لهم، وإن نصدركم كقدوات ترى خدمة دينكم ووطنكم وقيادتكم، بس مين بهالطريقة هذه. لازم نكون قدوة وعارف وش جالس أقول حتى المفردات. ما يخالف عش واقعيتك، لكن واقعية إعلامية مو واقعية الاستراحات، ترى تفرق. كلامنا في الاستراحات ومع الناس اللي معنا يفرق عن كلامنا في برنامج أو في ساعات بث. طيب، يمكن اللي منكم تابع النسخ الماضيه